السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شباب ان شاء الله بخير، معكم حسن اسعد من قناة The Gamer Z. طبعا اليوم عندنا حلقة جديدة زي ما وعدتكم الحلقة الماضية، حلقة باليوم ضد فريق باريس سان جيرمان. انا راس الحربة، معي اوسكار، معي هازارد، معي الفريق كامل، معي الفريق كامل ما عدا الار بي عندنا هذا اللاعب المخروش، ولكن الفريق كامل باذن الله نقدر اليوم نجيب الاهداف. اخر حلقة جبت هدفين على برشلونة وطلعني المدرب بالدقيقة 60. اليوم احاول اني اجيب اهداف اكثر، احاول باذن الله اني اقدر اجيب اهداف اكثر. روحي راموس، روحي راموس، اكسره ما لا تخليه عدي بالكوره، والله عدي بالكوره. المهم حل يبدا المباراه الحين، جدا متحمس ما ادري ليش، جدا متحمس على هذه المباراه، عشان اول مره المدرب يلعبني مباراتين وراء بعض. هذا الشيء يدل انه انا يعني صرت خلاص يعني اخذ مكان في التشكيله. هازارد عمر 25 سنة، اوكي ايش بتكلم عنه؟ اخ والله الجرافيكس حلو، صحيح انه الجرافيكس بي اس احلى بمليون مرة، ولكن والله الجرافيكس جدا حلو. اوكي بدأت المباراة هنا بالكورة مع اوسكار يلعبها لكاهل، كاهل يرجعها لي، ونبدأ المباراة ونقول بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم نعدي من تياغو سيلفا ومن دافيد لويز اليوم، وما يجلدنا زلاتان في المرمى. فلاعب اسمه بحبك والله ما ادري اسمه زي كذا عند باريس. اوكي لاعبنا ينطلق لاعبنا يعطي كرة، الله يا سلام يا سلام يا سلام، انه اسعد يا سادة، انه اسعد يا سادة. شوف 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 شوف, شوف قطع على طول قدامهم درقن بوم في المرمى، حطها في المرمى ما يضيع، اسعد في المرمى يحطها، الله عليك يا لعبنا. ماركو فيراتي يلعبها لتياغو سيلفا، والله تياغو سيلفا في الدفاع انا قاعد اعدي منه. واللاعب هذا اسمه هبران ايوه اسمه هبران، ما اسمه هربان، ها هبران. المهم الله عليك الدفاع اللي خلصها، والله الدفاع الاربيل قلت عليه مخروش، والله خلصها كويس ولس، ما ادري ولا مخروش ولا ما ادري. المهم اللي عارف انه طاقته 72 73. روح يا اسعد، لاعبنا ينطلق بالكورة، يمسك كورة فيراتي يقطع الكورة مني. يا اخي ليش تقطع يا اخي؟ سيبني شويتين، ثلاثة شويات اربع شويات بس اعدي واجيب هدف، بعدين اقسم بالله انا اجيب لك الكورة بيدي واحط لك هي بس تدقها بعد ما اجيب هدف. ايوه المهم هنا ياخذوا ركنيه وانا راس حربه لازم اني ابقى هنا. شوف هو المفروض الحين انا لو اوكي المفروض لو اللاعب حق الفريق اللي العب ضده يعني يكون قبل نص الملعب، يعني يكون في نص الملعب حقي، يعني لو ما في احد في نص الملعب الثاني من فريق باريس المفروض لو انا رحت ما يكون تسلل، ولكن ما ادري هنا في اللعبه حتى لو كان كل الفريق في النص ملعبي وانا رحت هناك يحسبوها تسلل، ليش ما ادري؟ مع انه في الحقيقة ما ينحسب، ما ادري لو فهمت علي. المهم كرة ممتازة، باس في مكانه، الكرة مع فيراتي يلعبها لي بحبك، ما ادري بحب، لا 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 الله عليك يا كهل. ايوه مدافعنا ايوه، يعني مثلا هنا شوف لو انا ارجع هنا اوكي ما يحسبوها، اوكي متى حسبوها تسلل؟ يحسبوها تسلل بعد ما اللاعب ايش؟ لا حسبوها تسلل بعد ما طلعت الكرة. لاعب الهجوم قام باحتكاك قوي وحولها براسيه الى داخل المرمى. ايش هدف؟ والله ما شفته، والله اسف يا عيال ما كنت مركز، اقول جيب الكوره جيب، بس جيب الكوره جيب هدف بالراس، ونقول ليش قاعدين يعيدوا الركنيه، اقول لا الركنيه ما يعيدوها، ولكن عادوا هدف. لا 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 لا, لا. هذا الشيء هذا اول هدف يدخل على فريق تشيلسي وانا قاعد العب في المباراه. لا لا يا عمي اليوم في جلد، اليوم في جلد. العب هنا يا كورتو العب كوره، ما عليك اوسكار رجعها يا اوسكار، خذها الله يهديك يا اوسكار. ديفيد لويز مو قاعد يلعب، ماركينوس وتياغو سيلفا، خلصها الله عليك يا ولد. ما ادري يا اخي لاعبي فين، لا تقعد تتفنن لي يا كورتو، تراك حارس مرمى اقسم بالله. اوكي كوادرادو يلعبها لي، روح يا اسعد يا شيخ، كل هذا مو فاول يا حكم يا اخي، ليش والله بالغلط انا قاعد امشي وانا اولي.
ولس يا ولد العب باس للناس. الله رجع كورة لحظة اوكي رجع الحين اجلد لا هنا هذا ركنية اوكي كويس العبها هنا ومارتينو خلص الكورة مو لفيتزي لفيتزي الحين حيصنع مرتدة بس ما في احد هنا اوكي هازارد العبها هنا يا اوسكار يا ولدي العب يا ولدي يا راميريس ايوه رجع كورة عند راس الحربة راس الحربة هو اللي حيعرف كيف يتصرف هو اللي حيعرف كيف يهجم يمشي ويا حاكم ما في شيء والله كتف قانوني يا اخي ما ادري والله مو فيراتي اللي يطلع منه هذا الكتف الحين انا مسجل هدف وهم مسجلين هدف يا ليل الحين انتهى الشوط الاول والنتيجه تعادل روح يا سعد تكفى تكفى طلبتك يا شيخ يا شيخ دائما انسى انه لاعب قوته 71 يعني اقل مدافع يشيلني اوكي انتهى الشوط الاول النتيجة تعادل 1-1 ايش نسوي ايش نسوي عاد سجل هدف بهذا باموك مدري ايش اسمه هذا انا مو عارف اصلا انه مسجل هدف ترى مو غلطتي يعني انا راس حربة ما لازم ارجع ورا في الدفاع عشان لو رجعت ورا في الدفاع ممكن احتمال الدفاع يخلصها ويلعب كورة على قدام وانا ما اكون قدام وقتها تصير غلط مين تصير غلطي اما راموس وكاهل ما ادري كيف ما مسكوا هذا اللي جاب راس روح يا سعد يا كابتن ماسك لي الفنيله يا كابتن حكم شوف اقسم بالله الحكم ما يشوف حكام فيفا 16 الله عليك الله استعمل ايش اعزف اعزف الله 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 وجبنا الهدف الثاني وجبنا هدف ثاني وهدف التقدم شوف 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 ماسك كورة واجري 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 بوم في منتصف المرمى متصدر هدافين هذا الكأس انا يعني انا هداف هذا الكأس حتى الحين بخمسة اهداف الله يعني المباراة الماضية جبت هدفين على برشلونة والحين هدفين على تشيلسي المدرب يطلعني من الدقيقة 60 يعني خلاص كافاني راح دورتموند ما شاء الله وانا اقول وينه كافاني حتى ابراهيموفيتش ماني شايفه شكله مو من اثنين انباعوا الله عليك بالله ابغى اجيب جول بس جول قبل ما اطلع عشان الحين المدرب يطلعني بالدقيقة 60 وانا بطلع بالدقيقة 60 وحتى الان ما جبت ولا هاتريك في هذا الموسم على الاقل هاتريك واحد 60 دقيقة والله صعب اني اجيبها 60 دقيقة نص محترف يعني لو احطها مبتدئ او ابد لو احطها بيجنر او اماتشر سهلة اني اجيب هاتريك ب 60 دقيقة لا مرة سهلة 60 دقيقة اجيب فيها 5 اهداف ولكن اوكي خلاص طلعني المدرب الدقيقة 62 زي ما قلت لكم طلعني المدرب هدفين ولكن ما ادري بيفوز تشيلسي ولا ما بيفوز والله ما ادري لو فاز ولا لا بس على العموم جبت هدفين اوكي فزنا فزنا وحنلعب مرة ثانية ضد برشلونة ليش احنا ما طلعنا برشلونة اوكي كان ترتيب الحين النهائي ضد برشلونة لا هذه المرة والله ما ادري يا رب يلعبني يا رب يا كريم يلعبني اوكي حلعب النهائي حلعبه ضد برشلونة فأتمنى لو حابين ألعب النهائي وأصور وأكون جدا متحمس زي هذه الحلقة تضغطوا على زر اللايك أبغى تفجير لايكات في هذا المقطع كان معكم حسن أسعد من قناة The Gamer Z ومع السلامة